السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال مزيانة. اليوم بغيت نشارك معكم كيكة بمذاق الكراميل، كتجي رائعة وتستحق التجربة. بحال دائما خليكم مع المكونات والطريقة، فرجة ممتعة. بالنسبة للكيك غادي نبداو به كمرحلة أولى. عندي 4 البيضات، كاس الحليب، كاس سكر حبيبات، كاس الزيت، هنا كاس كوكو محمص في المقله، غير في المقله. عندي هنا 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الحلويات، خاص بالحلويات. عندي 3 الخمارات، شويه ديال الفاني، قبصه ديال الملحه. عندي هنا دانيت كراميل. غادي ناخذ لا ريسيبيون، ندير فيها البيضات، ونزيدو الكاس ديال السكر، ونخدمو هاد المكونات حتى تطلع لنا بحال شي كريمة. هنا طلعنا البيض ديالنا حتى كيولي بهاد لاموس، هادي بيضة. نزيدو فاني، ونزيدو الزيت غير بلاتي، غير بحال الخيط. حنا طلعنا الكريمه، خلطنا كاع المكونات ديالنا. دابا غادي نحيدو هاد الطراب، وغير بهاد لا سباتول هادي. اول حاجه نديرو هاد الكوك غير شويه بشويه، ما نديروش دفعه واحده باش ما نطيحوش هاد البيض، هاد البيض ديالنا. من بعد غادي نزيدو الطحين، هنا كنت دايره 2 كيسان ديال الطحين. دابا غنزيد هاد الثالث هذا، وغادي نزيد معاه هاد 3 ديال الخمارات. هنا كيبان ليا الكيك ديالي مازال خفيف، غادي نزيدو واحد 1/4 كاس ديال الفرينه. كمل هنا ساليت. دائما الكيك خصو ياخذ حقه في الطحين، باش ملي كتخرجيه من الفران ما كيرجعش يتفش ليك ولا يحشمك، يبقى منفوخ، يعني يبقى بهذيك لا فورم اللي خدا من الاول.
هنا عندي المول ديالي، القطر ديالو 24، كتعرفوا كاملين هاد المول هذا. انا هنايا لبسته بهاد ورق الطهي، وغادي نخوي فيه الكيك ديالي عادي بحال هكا. الزيت ديكم شي شويه الفوق وخويو. بالنسبه ليا انا الفران ديالي كيكون بارد، الكيك ديالي ديما كنطيبو بارد بارد، يعني ما كنكونش شاعلاه من قبل. غادي نطيبوا الكيك ديالنا عادي على درجه 180 درجه كما كطيبي الكيك ديالك العادي، ونتلاقاو من بعد. هنا درنا الكيك ديالنا يطيب في الفران، قلت لكم على درجه 180 درجه. انا شعلت عليه غير من التحت حتى يتنفخ ليا، وعاد نشعل عليه من الفوق باش يتحمر. ندوزو هنايا للكريمه، عندي هنا 4 المعالق ديال الكريم باتيسير، غادي نسمو بواحد النسكافي. عندي 4 المعالق ديال السكر، عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، وغادي نحتاج واحد جوج صفار ديال البيض، وواحد شويه ديال الفاني. هنا غادي ناخذ الكاسرول ديالي، غادي نخوي فيه الحليب ونديرو فوق البوطه حتى يغلي. غادي نجيب واحد لاغيسيبيو، غادي ندير فيها جوج صفار البيض، غادي نزيد عليهم السكر وهاد النشا. هادي كريم باتيسير، الا اللي ما عندوش كريم باتيسير يعوضها بالنشا. قلت 4 المعالق، ونخلط كلشي. غادي نجيب واحد شويه الحليب ونخويه على هاد تحتو، على هاد الصفار البيض والكريمه، عيب شويه. غادي نزيد هاد النسكافي، نزيد هاد شويه الفاني اللي بقى لي هنا، غنبقى نخلط حتى تدوب ليا داك النسكافي. هنا كيما سخن الحليب او طاب، غادي نخويه هنايا باش ما يتكفح لياش، ونبقى نخوي غير بلاتي هكا وانا كنخلط. من بعد ما خلطته غادي نجيب نفس الكاسرون وغادي نرجعو فيها، وغادي نديرو فوق البوطه وانا مقابله بالتحراك حتى يعقد. هنا كيف عقدت لي الكريمه كما كتشوفوا عاقده، غادي نزيدها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. هنا خلطنا مزيان حتى ولات عندنا واحد الكريمه ليس بحال هكا ملسه. غادي نديرها في واحد الاناء وندخلها الثلاجه حتى تبرد، ومن بعد غادي نرجع نجبدها وغادي نطربها بالباطور حتى تولي ليس كتر من هكا. هنا فاش كتبرد لي الكريمه وكتولي معايا بحال هكا، كنهزها نحطها في هذا البول هذا. غادي نجيب الميكسور وغادي نميكسيها مزيان حتى تولي كريميه. ملي طلقتها واحد شويه بحال هكايا كتخدميها مزيان، غادي نزيدها واحد المعلقه ديال الزبده، تكون الزبده بحراره المطبخ هكايا تكون مرخوفه، تزيديها معاها باش كتجينا الكريمه قشديه اكثر. المهم البنات انا بقيت كنزيد في الزبده
حوالي واحد ربعة المغارف بحال هكايا، حتى حصلت على هاد الكريمة بحال هكايا، خصها تكون ليس بحال هكا، وتكون الزبدة بحرارة المطبخ. دابا غادي نجيب واحد بلاستيك غذائي لي باش يساعدني ملي نخوي الكريمة، وصافي نخويها فيه. وهنا ككوش اخيره وكتزيين، عندي هنا واحد دانيت وعندي هنا كريم كراميل. غادي نخفف هاد الكراميل بهاد الدانيت ونزيد عليه شويه حليب سخون، وكخطوط بيضاء غادي ندير هاد شويه الشكلاط بيض، وغادي نخففو بهاد شويه ديال الزيت وندوبو في حمام مريم. هو الكيك ديالي من بعد ما كيطيب كيبقى بحال هكا ابيض، حيت انا كنطيبو على حال على درجه مهيله. هانتوما طايب ما فيه والو، وغادي نقسموه. هنا قطعنا الكيك ديالنا، ملي كي الا بغيتي تزربي عليه وتجيبيه بواحد الطبقه متساويه ديري له الخيط بحال هكايا جري جري، وكيتقطع معاك بسهوله وكيجي بحال هكايا. هذاك الفوقاني درناه هنايا، درناه هو التحتاني. وغادي الا بغيتي تفزقي الكريمه الكيك ديالك فزقيها بشويه د الحليب، انا كتبان لي هنايا رطيبه، غادي ندير لها غير واحد شويه د الحليب وبس. هنا عندي شويه د الحليب مع الكراميل، غير طربه تخفافي ما غاديش نكثر. وهنا غادي ندير الكريمه ديالي، ودابا غادي نخوي الكراميل ديالي، غنحاول نوزعو مزيان. هنا غنديرو له الخطوط بهاديك الشوكولاته البيضاء. هنا غادي نصوبت واحد الكورني اللي هو صغير، وهنا نزينو بهاد الكوردون. وجنيبات عندي هنايا لوز حمصتو في الفران، من الاحسن تحمصوه في الفران باش ما كيجيش فيه اللوغو ديال المقله. الا بغيتو سميتو تحمصوه في المقله، المقله كتبقى تطلق في كتطلق فيه ديك النسمه ديال المقله. من الاحسن ديروه في واحد الكاغيط اللي هو ورق الفرن، ورق الطهي، ودخلوه الفران يتحمص، ونزينو الجوانب ونطلقوا. كتكون هذه هي التورته ديالنا. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.